نظمت محافظة شمال سيناء حفل إفطار جماعي للأشقاء الفلسطينيين الموجودين في مدينة العريش. هذا وجهت الأسر الفلسطينية الشكر لمصر قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال وتقديم الخدمات الإنسانية لهم. والمزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين من داخل الصالة المغطاة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث نتابع مع حضراتكم الحفل الإفطار الجماعي الذي نظمته محافظة شمال سيناء للأشقاء الفلسطينيين المتواجدين في مدينة العريش من المرافقين للمصابين والجرحى والعالقين. هذا الإفطار اليوم جاء بمشاركة كبيرة من أيضا المصريين والمواطنين المتواجدين في مدينة العريش لتأكيد الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين خلال فترة تواجدهم هنا في محافظة شمال سيناء. هذا الحفل الإفطار تضمن العديد من الفقرات التي تحاول التخفيف عن الإخوة الأشقاء في محاولة بالطبع لرسم البهجة على وجوههم رغم ما يتألمون به من فراق الأوطان وأيضا فراق الأهل والأقارب وما حدث في قطاع غزة. فبالتالي هناك عشرات من الأسر الفلسطينية الذين تواجدوا خلال هذا الإفطار وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة المصرية. هذه هي الصورة اليوم من داخل الصالة المغطاة وحفل الإفطار الذي جمع الفلسطينيين والمصريين للتأكيد على مدى قوة الترابط والمحبة بين الشعبين الشقيقين.